تنا مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيف، مرحبا بكم في هذا البث المباشر بضبط مدينة الضربضة. الأمن يوقف سيارة مشكوك فيها أنها تحمل مادة البوفا، وأنه بزناز بهذه العبارة دي غادي نقول لكم. يعني كيفما كتشوفوا معنا الأمن، كيفما كتشوفوا معنا الآن واقفين على السيارة، الشرطة القضائية متواجدة هنا في عين مكان صراحة لهذه الليلة، هذه ليلة سوداء عندهم، وحملات أمنية من طرف فرقة مكافحة العصابات وأيضا الشرطة القضائية من وسط المدينة. يعني هاد السيارة شكوك فيها صاحب ديالها أنه كيبيع البوفا. تم الرصد ديالو، تم التعقب من طرف عناصر الامن المشكورين كيف ما كتشوفوا معنا الان، وفي هذه اللحظات تم التوقيف ديالو بالضبط في شارع الحمال الفطواقي بوسط المدينه. Shh, 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 shh.